اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في بعضمة لسانه. وسالت المهندس عادلي قبل الفاصل، يعجبك ميدو الانجليزي ولا ميدو العربي؟ قال لي طبعا ميدو الانجليزي، لانه لما بيلجا للمحاضر الانجليزي الدولي في التحكيم الراجل الانجليزي بيبقى رايه حاسم وميدو ما بيكبرش، وقال لك انا مش حكم زيه فرايه يعتد بيه. لكن كمان لما ميدو العربي بقى يلاحظ خطا حصل في حجم عقوبه محمد الشناوي ويقر بده ويقول رايه انه المساله مبالغ فيها، ويحسب له انه ميدو كان اول واحد شاور على فداحه العقوبه. ميدو اللي اتكلم عليها نشوف رايه في العقوبه كان ايه. المفروض الطبيعي لو الحكم شاف ان الشناوي تعدى عليه باي شكل من الاشكال، الطبيعي ان اي حكم في الدنيا هيعمل ايه؟ هيروح لافف مديله احمر. معنى ان الحكم ما اداش الكارت الاحمر للشناوي وتغاضى عن اتخاذ القرار الاداري او الاجراء الاداري ضد الشناوي، وبعد كده بعديها ب 15 16 ساعه بس طلع القرار بناء ان الحكم كتب في التقرير ان هو تعدى عليه، يبقى الراجل الحكم ده اتضغط عليه. على فكره التقرير ده بيدين الحكم، لان الطبيعي ان رئيس لجنه الحكام دلوقتي يروح للكابتن محمد سلامه يقول له انت كتبت في تقريرك ان هو تعدى عليك، ما اديتوش احمر ليه؟ ما خدتش حقك ليه في قرار اداري؟ يبقى ايه اللي حصل؟ هنا بقول لكم ليه بقى ان اللائحة ضعيفة، لان اللائحة هنا بتسمح لرئيس لجنة المسابقات واعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورة ان هم ينفذوا القرارات على الكيف. لان في الاخر انا النهاردة هروح للمراقب اقول له اكتب في تقريرك لو انا فلان مش على كيفي او بيلعب في نادي مش على كيفي. اللائحة دي بتدي الباور لاتحاد الكورة ولجنة المسابقات ان هي تلعب على مزاجها في العقوبات زي ما هي عايزة. اجي بقى اقول لكم على حاجة تانية. عارفين بقى الخطوات الصح، والكلام ده انا واخده من اكبر خبراء يعني لوايح قبل ما اخش لكم على الهوا. الاجراءات الصح كانت ايه؟ ان لجنة المسابقات تخاطب لجنة الحكام تقول لهم انتوا دلوقتي بعتولي تقرير بتقولوا فيه طلب بعقوبه اللعيب بناء على تقرير المباراه، انا بسالكم استفسار او بستفسر استفسار يا لجنه حكام، الحكم ما اتخذش القرار الاداري ضد اللعيب ليه؟ ما اتخذش القرار الاداري ضد اللعيب؟ وبعديها بناء على رد لجنه الحكام ابتدي اخد قراري، صح؟ ده كان يتطلب ايه؟ ان العقوبه دي ما تصدرش الا بعد يومين ثلاثه عشان اخد الاجراءات الصح علشان اقدر اطلع قرار زي ده. لكن معنى ان القرار طلع بالشكل ده يبقى الحكم ده اتضغط عليه يتقال له اكتب في تقريرك كده. والله العظيم ثلاثة. اولا لازم اقول سبحان الله، انت كتب روشتة للاجراءات السليمة عشان ما تبقاش اللجنة بتاخد العقوبات على الكيف عشان ما يحصلش ظلم، والحكم مؤكد الضغط عليه لان طالما ان ما عملش قرار اداري كان يلغي كل الجدل ده ويعطي كل ذي حق حقه. فالشناوي اتظلم واتحاد الكوره ضغط عليه ونصح لجنه المسابقات واللجنه الثلاثيه انها تعمل 1 2 3، وهو ما فعلته اللجنه، وفعلته لجنه المسابقات لما تراجعت وراحت للجنه الحكام. حصل ايه يا استاذ ابراهيم؟ اللي قالوا ميدو نفذهم جاهد، اللي قالوا ميدو نفذهم جاهد، روح للجنة الحكام قول لهم ما اديتلوش ليه الانذار، ولو اديتله انذار يبقى عقوبتها ايه؟ ده اللي طالب بيه ميدو. بس لما مجاهد عمله ميدو بقى ايه؟ كتب بالانجليزي، راح لانفنتينو كتب بالانجليزي وتصرف بالعربي. الكلام ده بالعربي بس هو انجليزي فيه كان رايح. لكن لما كتب بقى خطابه لانفنتينو نشوف. بعت ايميل لانفنتينو رئيس الاتحاد الدولي، قلت له كرجل وعضو من لجنة تطوير كرة القدم في أفريقيا في الكونجرس بتاعت الليجنز بتاعت الفيفا، بقول لك إن الكرة المصرية بتنهار. ده صورة من الإيميل اللي أنا أرسلته النهاردة شخصيا للإيميل الشخصي بتاع إنفانتينو.
النهارده قلت له ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر. قلت له ان حصلت انسيدنت من اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره نزل، اللي هي معينه من الفيفا من 4 ايام. الناس اللجنه خدت قرار بايقاف الكابتن احمد الكابتن الشناوي محمد الشناوي 4 مباريات. ده ميدو بالانجليزي لا كتب بالانجليزي اتصرف بالعربي. اه ليه؟ لانه تذكر ان الناس في قطاع اتضايق منه لما قال قول الحق. الله عليك، هو ده التفسير. اه طب امال يعني هيناقض نفسه؟ يعني واحد بيقول لك اعمل 1 2 3 يا اخي ده الصح، انت ما عملتش كده يبقى معناه انك انت عايز تمشي الدنيا على كيفك. ايوه مش بالصح. اه فلما يعملوا روشتته يقول له انت صدقت، تعالى بقى انا هشتكيك، لان وراح واخد ايه لا تقربوا الصلاه. آه. لان هو اتحاد الكوره حتى لما الكابتن الاستاذ احمد مجاهد طلع يفسر مع مهيب، معلش حاسبه الحته دي لكن هقولها ممكن مش ضروري حتى نقول هو بيساله بيقول له كان هناك خطا وكان ممكن نكابر في الخطا، باللفظ كده كان ممكن نكابر لولا ان الموضوع مرتبط بمصلحه عامه اكبر بكتير من ان احنا مش دي لحظه المكابره في وانت كلمه نكاب انت بتكابر في الحق ولا بتكابر في الغلط؟ في الحق طبعا. لا المكابره في الغلط. اه بتعمل خطا، ما بحدش بيقول انا بكابر في الصح. فبيقول كان ممكن نكابر وما نعيدش فتح الموضوع وما نحققش في الغلط على الخطا بتاعك. لكن احنا اولا عايزين نوصل للصح، ثانيا في مصلحه اخرى هتضار جدا لو كبرنا، فيقوم يقطعوا الموضوع من سياقه ويقول لك ده قال علشان يبينوها كانه بيجامل الآن. يا اخوانا حرام عليكم، لا تقربوا الصلاه، اقروا القرايه الصحيحه عشان الراي العام يحترمنا كلنا. قال لك كان ممكن نكابر لكن المصلحه العامه اجبرتنا ان احنا ما نكابرش.